الصوت واضح اخوان؟ احس انه الانترنت ضعف. واضح لا دكتور اوكي واضح. جيد جيد. راح ناخذ ايضا جوانب عمليه اللي هي براكتيكال فاينانس ستيت ماشين. في الفاينانس ستيت ماشين اعتقد واضحه بالنسبه لكم، الفاينانس ستيت ماشين اللي اخذتوها الاحتسابيه بالاحتسابيه من تريد تسوي في الديزاين اللي في الالجوريثم معين تقدر ترسم الستيت والترانزيشنز فروم وان ستيت تو انذر ستيت، مو صحيح طلاب؟ تعرفوها الفاينانس ستيت ماشين؟ نعم دكتور نعرف. ودرسته. جيد جيد. يعني راح نشوف انه شلون نسوي فاينانس ستيت ماشين لروبوت بيهيفير معين، كل بيهيفير شلون بالبدايه نفكر له كفاينانس ستيت ماشين وبعدين نسوي الامبلمنتيشن. الجزء المهم الاخر اللي هو السنسر اند بيرسبشن، يعني الروبوت دائما يحتاج انه يتحسس الانفايرمنت اللي هو بيه حتى يقدر يتعامل ويا الانفايرمنت. فالتحسس البيرسبشن نسميه انه شلون يستقبل التفاصيل الموجوده بالانفايرمنت اللي هو بيه، او من البيرسبشن بالنسبه لليوزر انبوت للروبوت، كلها تكون عن طريق متحسسات معينه اللي هي سنسرز. فهذه السنسر وتفاصيل هاي السنسر، نوع الداتا اللي راح تدخل عن طريق السنسر، البروبلمز اللي بعمليه السنسنج للانفايرمنت اللي يعني موجود بالروبوت الروبوت واللي يسوي له موديلنج بنفس الوقت بالنسبه للموبايل روبوت، كل هاي التفاصيل راح نشوفها ايضا بمحاضره خاصه. الجزء المهم والاهم بالنسبه لنا ككمبيوتر ساينس من ندرس ماده الروبوتكس هو الكنترول اركتكتشر، يعني شنو الكنترول سيستم فور روبوتكس. بالحقيقه هو اصلا هذا تخصصنا، احنا نسوي كنترول سيستم فور روبوت، يعني ما يتعلق بالسوفت وير كنترول سيستم. وبالحقيقه يعني عاده من نسمع ماده الروبوتكس وروبوتكس راح نتوقع بانه احنا راح نشتغل كله بقضايا الكترونيه وشلون راح نجمع الروبوت، هو هذا تخصص الروبوتكس، شلون راح يصير الروبوتكس. لا اصلا هي تشالنجز يعني كستيت اوف ارت، يعني ماده الروبوتكس هو شلون نسوي سوفت وير كنترول سيستم للروبوت. واضح؟ فراح يصير يعني تركيزنا وجمع هذه المحاضرات الموجوده هي عن شنو انواع الكنترول سيستم للروبوتكس اللي هي رياكتيف ديليبراتيف وهايبريد، وشلون ممكن انه نسوي سوفت وير كنترول سيستم لمشاكل عامه معينه نسوي لها امبلمنتيشن للروبوت. فهذا الجزء الجوهري حقيقه بتخصصنا واللي احنا راح نركز عليه بهذه الماده على انواع الكنترول سيستم. جيد. إذا أكو سؤال طلاب لحد هاللحظة هاي بالمناسبة تقدر يعني ترفع يدك في أي وقت، يعني بس مو أثناء حديثي من دا أحكي وأوصل للفكرة، فممكن أشوف ريز هاند إذا عندك أسئلة. جيد. زين، شنو المطلوب منك بهذا الكورس؟ انه مثل ما قلت لكم انه يفضل انه تحضرون المحاضره، يعني تكون متواجد اثناء وقت المحاضره على مود انه اذا عندك سؤال اي مفهوم واضح ممكن انه ترفع ايدك، او مثل ما قلت قدر الامكان تكتب بالشات انه هذا الموضوع مو واضح وانا اشوفه قدر امكاني. بس مثل ما قلت لكم الشات ما راح تكون عندي متابعه كلش قويه على الشات مثل ما يعني تستخدم هذا الانتراكتيف ايكون اللي اقدر اتابعه انا بصوره مباشره. ف من تحضر المحاضره راح تقدر تتواصل في حال ما فهمت مفهوم راح تنبهني عليه اقدر اوضح لك اياه. بالمناسبه مو بس انت تستفيد، يستفيدون كل زملائك من هذا الاسئله اللي تطرحوها، واللي اشجعكم انه تسالون كالعاده وتعرفوني دائما انا يعني احب انه اكو انتراكتيفيتي بالمحاضره، يعني تواصل سؤال من الطالب وجواب مني وسؤال مني للطالب وهكذا حتى توصل المادة قدر الإمكان يعني للطالب.
فأتمنى أنه تكون محاضرة انتراكتيف يعني من جهتكم، وتكونوا متواجدين بالمحاضرة. بالنسبة للموضوع اللي ما أعرف من زملائكم طرح الموضوع، أنه بالنسبة للطلاب المسائي عندهم شغل الصبح، أنا ما عندي أي مشكلة الطلاب إذا سمعوني في هذا الموضوع يعني حتى نتناقش، أنا ما عندي أي مشكلة بالنسبة لوقت المحاضرة، يعني أقدر أخذكم محاضرة أي وقت، ولكن الجدول تم تبليغكم به مو شفتوه من القسم؟ الجدول اي نعم دكتور، بلغتني نعم الجدول تبلغتوا به، والجدول مخصصة من القسم، فإحنا دا نمشي على الجدول. إذا تردون يعني تتواصلون ويا دكتور حيدر، دكتور أحمد، إنه تغيرون وقت المحاضرة الغير وقت، أنا بالنسبة لي على استعداد، بس بالتنسيق مع رئاسة القسم يعني إدارة القسم، نسقوا مع إدارة القسم تقولون يا دكتور أعطينا المحاضرة بالأربعة العصر فلان يوم، أنا ما عندي أي مشكلة إذا أنتم متفقين. ها بس هذا الموضوع مو يسوي لا، وأنه بيناتكم تنشقون وصيرون فرق وكذا، لا يعني لازم أكو اتفاق يصير عن طريق الممثلين بأنه إحنا كنا متفقين على وقت هاي المحاضرة بهذا الوقت، حتى إذا مو هذا اليوم هم ما عندي أي مشكلة. واضح؟ فأنتوا قرروا وهذا شيء عائد لكم بالمناسبة بالتنسيق ويا إدارة القسم، يعني القسم لازم يعرف بأنه أنتوا عندكم رغبة بهذا الوقت، والجدول راح يكون راح يتغير لأنه تتردوه بهالطريقة هاي. واضح أخوان؟ بس هاي نقطة واضحة، فأنا أتركها يعني للممثلين بأنه يتواصلون وياكم وتجون بقرار معين ويتواصلون ويا إدارة القسم حتى يأخذون الأبروفال الموافقة على التغيير اللي يردوه. فهذا الموضوع عائد يمكم، انا بالنسبه لي على استعداد قلت لكم لاي وقت، اكيد مو يوم محاضرتي ويا الاوفي يعني ما اقدر اخذ محاضرتي يعني بان واحد. واضح؟ اللي هي محاضرتي يوم الاثنين هم الصبح يعني يوم غد باكر. اوكي، فهاي النقطه اللي حكى بالموضوع وضحت بالنسبه لك، ما اعرف منو من زملائكم حكى بهذا الموضوع، فصارت واضحه وخصوصا لطلبه المسائي، لانه احنا ناخذ نظر الاعتبار اغلبهم موظفين وعندهم اعمال، وهم اصلا يعني جايين للمساء يعني، فمنسقين امورهم بانه صبح هم مو موجودين. اوكي، هسه نغادر هذا الموضوع بعد، ما عندكم ملاحظات عليه بالنسبه لوقت المحاضره؟ جيد. بالنسبه للطلاب اللي داخلين ايفون واي، غيروا اسماءكم، الاسماءكم الصريحه زهراء ناصر وصبا، غيروا اسماءكم، الاسماءكم الصريحه باللغه العربيه. جيد، هاي بالنسبة للمحاضرة. أكو عندكم بعد تعليق أخوان على وقت المحاضرة؟ ريز هاند، ارفع ايدك إذا عندك تعليق تحكي، وافتح المايك واحكي، صوت مفتوح بالنسبة لك. ما عندكم أي تعليق؟ ماكو أي تعليق. جيد، زين. هسه موضوع العملي اللي حكينا عنه تحتاج إنه في البراكتيكال تنفذ المفاهيم اللي افتهمتها، واحنا هم لازم نقيمك على جزء من العملي. هذا لحد الان ما تم اقراره صراحه، احنا يعني حتى اكون واضح وياكم، حتى التوجيهات من الوزاره ورئاسه الجامعه والعماده بانه يا بهذا ترى الظرف صعب، واحنا قدر الامكان ان نساعد الطلاب، الماده العمليه يم الاستاذ، بس يعني قدر الامكان انه انا احكيكم اياها صراحه، قدر الامكان انه يعني ما تصير مثلا تاكيد عليها تركيز كبير كلش على ماده العملي وكذا، لانه انت ما موفر مختبرات، ما موفر امكانيات للطالب، فصعب انه تلح بهذا الشيء. بس احنا مثل ما قلت لكم يعني خلي نظرتك لهاي الماده انه انت هاي مو ماده يعني دا تدرسها من متطلبات حصولك على شهاده، لا، في الدورة في الموضوع معين وطابلها تريد تتعلم وتستفيد. إذا تفكر بهالطريقة هاي راح مشي للهم، وراح بالعكس يعني تستمتع بال 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 بالمادة. واضح أخوان؟ فإحنا ليش يعني قلت لكم أنا في حيرة من أمري إنه شنو أختار لكم عملي، حتى في الشيء مثلا على قولتهم بيفان شوية متعة وبنفس الوقت بيفائدة لكم.
حتى تستفيدون، يعني غايتي انه افيدكم بالموضوع. اما جوهريا يعني الماده النظريه ومفاهيم الماده لازم تكون واضحه بالنسبه لكم، هو هذا الجانب الجوهري. والعملي اكيد يعني النظري هم ما يكون واضح اذا ماكو عملي يوضح لك المفاهيم. ان شاء الله نوصل لفشي يعني ممكن يخدمكم. هاي بالنسبه للعملي اكيد. شوف هسه المحاضرات هي شنو؟ هي عباره عن باوربوينت، فانت تحتاج القراءه الريفرنس. ان شاء الله هم ادز لكم اياه عن طريق الممثلين. اكو نقطه هسه ما حكينا بيها هسه يعني التفتت لها، انه يعني احنا ما عندنا تواصل مباشر ويا بقيه الطلاب، بس انا سويت جروب تليجرام ويا ممثلين المرحله الصباحي والمسائي. احنا عاده نعتمد على المودل ك يعني منصه للتعليم الالكتروني. فالمودل ان شاء الله راح نرتبه، اسماءكم كلكم تكونون موجودين على المودل. من الضروري انه كلكم اسماءكم موجوده وتدخلون على المودل، محاضراتكم، كل الريسورسز، الاساينمنت، كل يعني الواجبات راح تكون على المودل. بس مبدئيا لهذا الحين انه نكون كل اسماءكم موجوده. ان شاء الله راح نشتغل على هذا الموضوع. استاذ علي ما اعرف ما موجود ويانا يعني. استاذ علي النصراوي هو اللي راح يشيك لنا هاي الامور ويضبط لنا المودل باسماء كل الطلاب. فاتمنى انه انتم من تدخلون بالمودل يعني تتاكدون من اسماءكم من وجودها بالكورس اللي هو بالروبوتكس. قد تكون قسم من اسماء قسم من الطلاب موجود قفل قدامه من يبحث عن الروبوتكس، يعني القفل معناها هو مو انرول بالماده هاي، فيحتاج انه يعطينا اسمه حتى نضيفه. احنا راح نمشي على القوائم اللي اعطانا اياها بالقسم، بس بنفس الوقت هم نحتاج هاي الامور. قد يكون اكو اسم يعني فائت عن نظرنا او اي مشكله اخرى، فتحتاجون دائما انه تكون اسماءكم بالمودل. نعم اكو مداخله جيد. بنفس الوقت راح اسوي قناه على التليجرام، قناه على التليجرام يعني بصوره سريعه الاخبار السريعه، بعض الامور هم راح تصير فيها مبدئيا الى ان نضبط امورنا بالمودل. يعني هم طريقه سريعه للتواصل مع الطلاب، بنفس الوقت هم تخفيف العبء على الممثلين على اعتبار اطل المحاضره والممثل لازم ينقل المحاضره للجروبات الخاصه ب اطي هذا التبليغ والممثل لازم ينقل هذا التبليغ. بعد التبليغات المحاضرات يعني قسم منها كذا، كل الامور راح تكون على القناه، فتبليغ سريع ومباشر لكل الطلاب. فانا ان شاء الله راح اسوي القناه الخاصه بماده الروبوتكس، والممثلين ان شاء الله يبلغوكم بانه كلكم تسوون سبسكرايب للقناه. ماشي اخوان، عندكم ملاحظات على هاي على موضوع التواصل يعني مع الطلبه؟ اكو اي مداخله؟ ماكو. جيد، فتحتاجون المحاضره هي عباره عن بوينت مهمه نشير لها وانا اعطي التفاصيل، فتحتاج انه تقرا الريفرنسز يعني تطلع عليها. انا اقول هيك، طبعا اغلبكم يعني نسبه كلش كبيره ما حد ما راح يطلع على المصادر، بس انا اقول لك واحده من الامور المهمه مرات انه انت ما توصل لمرحله الفهم الكامل، لانه وقت المحاضره محدود. انا ما اقدر يعني اعطيك بادق التفاصيل ومثل ما الكتاب ممكن يعني يشرح لك المواضيع بإسهاب. انت ما تحتاج تقرا ترى بالمناسبه الكتاب كله، تحتاج تروح فقط للمواضيع اللي اخذتها بالمحاضره، وهي مو عمليه صعبه يعني ممكن فد نص ساعة أو ثلاثة أرباع ساعة، حتى لو إنجليزيتك كلش ضعيفة ما تحتاج أكثر من ساعة إنه تقرأ هذه المواضيع تتحسن بها إنجليزيتك. فأشجعكم كلش على قراءة الكتاب المصدر اللي إن شاء الله هم راح أزودكم به. بالإضافة للمصدر مثل ما كلكم يعني على اعتبار تخصصكم كمبيوتر ساينس، أي موضوع تريد تدخل به رأسا تروح تسوي سيرش، فأنت هنا تحتاج السيرش بأنه تعرف المعلومة، تدخل المعلومة إلى من ضمن المفاهيم اللي تعرفها. تحتاج دائما أنه تروح وتأخذ التفاصيل من الويب،
فهواي اكو تفاصيل توضح لك المفاهيم، اغلبكم يسويها يعني صراحه بدون ان يعني انبهكم لهذا الموضوع، بس قسم انه اللي يعتبر هاي الماده واحده من متطلبات الشهاده ولازم يمشيها ما له خلق، يقول لك هالحكي اللي اعطينا اياه اللي نمشي الامور به وما لنا خلق دوخه البال. فيعني حاول انه تسوي اكسبلور يعني تستكشف المفاهيم اللي تاخذها بالباوربوينت هم عن طريق السيرش بالويب. شنو هي المصادر؟ المصدر الرئيسي الاسينشال هو مارفي انترودكشن تو اي اي روبوتكس، هذا الكتاب ان شاء الله هم راح ازودكم به. وبالنسبه للمحاضرات يعني الكتب الاخرى اللي قسم من المواضيع من المحاضرات ايضا ماخوذه منها، فهي بيكي وجورج اوتونوموس روبوت فروم بايولوجيكال انسبيريشن تو امبلمنتيشن اند كنترول، واركان رونالد اللي هو بيهيفير بيز روبوتكس. يعني هذين الكتب اخوان اللي يعني الايكون بالروبوتكس اللي الناس اللي يبدون يعرفون مبادئ بيزك الروبوتكس هن هذين الكتب الرئيسيه، يعني ده الفت انتباهكم لها حتى تتعلمون اذا تفتهم شنو مالت الروبوتكس تتجه لها الاتجاهات، حتى عن محاور الاسبكت مال ماده الروبوتكس هي هاي اتجاهها، وهاي الكتب اللي الايكون اللي موجوده بالنسبه للروبوتات للشخص المبتدئ اللي يريد يتعلم يعني علم الروبوتات. المصدر الاخير اللي هو Introduction to Autonomous Mobile Robot. هذين المصادر هذين ممكن انه تستعينون بهن، بس الله يسهل ان شاء الله اذا شفتوا بس المصدر الاسينشال ان شاء الله هذا شيء مفرح ان شاء الله تشوفوه زين. هاي بالنسبه للطلاب اللي يردون يعني يعرفون شنو من جاي المحاضرات. هسه راح نجي على الروبوت، يعني كنا نسمع بالروبوت ومنسمع روبوت نتوقع بانه هذا فد شخص بجسم مثل جسم انسان ومعقد ويفكر مثل ما يفكر الانسان، وبهالطريقه هاي عنده ايدين ورجلين وكلش كليفر، هذا مفهوم الروبوت. بالحقيقه لا، مو هذا الروبوت. مفهوم الروبوت ان جنرال يعني هو عباره عن ماشين كابابل اوف كارينج اوت كومبلكس سيريز اوف اكشن اوتوماتيك، اي ماشين لها القدره انه تنفذ مجموعه من السيكونس اوف اكشن بصوره اوتوماتيكيه يسموها روبوت، مو شرط يكون عندها ايدين او رجلين او اي شيء. يعني انتم شايفين كلكم بالاسمبلي لاين بمصانع السيارات، بمصانع البرودكتس، اي برودكت موجود به الروبوتكس ارم وغيرها، والروبوتات اللي تسوي فاكيوم كليننج، هذين الروبوتات الاقراص الصغيره، و و و موجوده الروبوتات بصوره مختلفه في اشكالها. ما تعني انه لازم الروبوت حتى نسميه روبوت لازم يكون عنده هيومن بودي او في شيء يشبه هيومن بودي حتى نسميه روبوت، لا، حسب الابلكيشن فراح تختلف المورفولوجي. المورفولوجي يعني المظهر الخارجي للروبوت. فالتعريف الجنرال، بالمناسبه هو اكو تعاريف للروبوتكس بس يعني انا هذا التعريف اللي اختاريته يعني من المصدر شويه حسيت بانه كلش جنرال ويتناول اغلب الاسبكت مالت الروبوتكس. ماشين capable of carrying out complex series of action automatically، وخصوصا اذا كانت هذا المشين مبرمجه باستخدام كمبيوتر يسموها روبوت، especially one programmable by computer. ممكن يكون عندنا روبوت ميكانيكي يعني ما بي كمبيوتر، ممكن، بس عاده الروبوت يعني يحتاج جانب برمجي يكون بالكمبيوتر موجود وممكن برمجته، وخصوصا يعني حاليا المودرن روبوتكس اذا احنا حاليا عندنا النورمال ابلاينس الاجهزه الموجوده بالمنازل هي كلها يعني ممكن برمجتها. فكيف ما الروبوت، الروبوت جانب البرمجه هو جانب جوهري، وخصوصا مثل ما قلنا المودرن روبوتكس المين بروبلم اللي موجوده التشالنجز بالروبوتكس هي ديفلوبينج كنترول سيستم،
وخصوصا Software Control System. واضح؟ هذا التعريف General Robotics. شنو؟ يعني علم الروبوتات. Robotics is a discipline which involve يعني أقصد به علم الروبوتات. شنو هذا؟ شو يشمل علم الروبوتات؟ يشمل الديزاين للروبوت، المانيفاكتشرينج، الكنترول اند بروجرامينج اوف روبوت. كل هذه المواضيع هي تشمل تدخل ضمن خانه علم الروبوتكس، صناعه الروبوتات، المانيفاكتشرينج، الديزاين والكنترول سيستم، الهاردوير والسوفت وير كنترول سيستم، اليوز اوف روبوت تو سولف بروبلم. يعني حتى البروبلم دومين اللي ممكن حلها باستخدام الروبوتكس هي ضمن مفاهيم مادة الروبوتكس. إنه عادة إحنا ليش الروبوت موجود؟ to solve a problem. حتى الكمبيوتر بروجرام أصلاً هم to solve a problem. واضح؟ فالبروبلم دومين اللي يمكن حلها باستخدام الروبوتات هي من ضمن مفاهيم علم الروبوتات. المحور الثالث اللي هو study of control process sensor algorithm in human and animal and machine. عادة إن شاء الله هم راح نشوف الأشخاص اللي يحبون يطلعون أكثر على مادة الروبوتكس. يعني مادة الروبوتكس مثل ما قلنا الكنترول سيستم والسوفتوير كنترول سيستم اللي هو الجزء الجوهري تقريبا بيها بالمودل الروبوتكس. العلماء اتجهوا اتجاهات إنه مثل ما قلت إحنا من نقول روبوتكس رأسا نقول ها شلون الإنسان يفكر لازم يسوي روبوت يفكر مثل الإنسان. لا، هواي الانفلونس نوخذ من الانيمال، من الانتليجنس مات الانيمال اللي هو فد انتليجنس قد تكون مثلا الحيوانات البسيطه مثل الحشرات هو بسيط جدا. يعني انت ما تحتاج كنترول سيستم كلش بي كومبلكسيتي حتى تسوي فد كومبلكس سيريز اوف اكشن. يعني على سبيل المثال النمله تسوي كومبلكس سيريز اوف اكشن بس الكوجنيتيف سيستم مالتها جدا بسيط. يعني البيولوجيست يقولون انه النمله امكانياتها بسيطه سواء يعني بكل انواعها الذكيه، ولكن مثلا من العمل الجماعي ممكن انه تحقق هواي امكانيات. الطيور على سبيل المثال ذكائها يعني وتتفاوت، يعني ذكائها يتفاوت من الطيور الذكيه جدا الى الطيور الذكائها بسيط. بس رغم هذا مثلا انه هي من 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 الطير بأسراب شلون توزع المسافات وكذا، يعني هي ما عندها الكومبلكس كوجنيتيف سيستم اللي موجود عند الإنسان. وحتى احنا هسه اذا نركض بمجموعة لازم نوازن المسافات ونحافظ عليها ثابتة، عملية صعبة بالنسبة لنا لان الطير شايفين انتوا الاشكال اللي شكلها بأسراب من يطيرون. نفس الشيء السمك هم بنفس الوقت، يعني السمك الموجود اللي يعيش بمجاميع شايفين شلون يسبح بمجاميع ويحافظ على المسافات ويشكل أشكال، وهاي الأشكال ممكن يعني يستفيد منها للدفاع عن نفسه، للوصول للغذاء، لهواي تفاصيل. رغم يعني بساطة الذكاء الموجود عند هاي الأورغانيزمز. يعني وبالمناسبة يعني من نحكي نقول أورغانيزمز يعني ما أقصد بها إنه فقط الكومبلكس أورغانيزمز مثل الأنيمالز على سبيل المثال، ممكن سينجل سيل، السيل الوحدة، الخلية الوحدة هم أكو ذكاء بها من تكون هم تتواجد بصورة جماعية. يعني الأورغانيكس مع جسم الإنسان أو أي حيوان آخر يتتكون من خلايا، ومن تجي تدرس الخلية شوف الخلية عبارة عن يعني مكوناتها جدا بسيطة، لكن من تتكون ومن تعمل ومع بقية الخلايا راح تكون عضو. هذا العضو يعني وظيفته معقدة جدا، بيته تفاصيل كلش هواي وتختلف بين عضو لعضو. مرات تستغرب حتى انه اكو خلايا، العلماء البيولوجي اكو خلايا هي متشابهة لكن من تجمع بطريقة معينة تكون عضو يختلف عن العضو الاخر. واضح؟ فكل هاي موجودة انواع من اشكال الذكاء اللي ممكن انه الانسان يستفيد منها بتصميم الروبوتات. المحور الأخير اللي هو الـ application of these control system and algorithm to the design of robots. يعني احنا من دي نحكي عن هاي الـ cognitive system اللي موجودة بالـ organisms، هاي شلون راح تأثر على المورفولوجي مع الروبوت. يعني أنا أكو قسم من الـ أنواع الذكاء تحتاج أنه تتعلق بالمظهر الخارجي مع الروبوت شلون راح يكون. يعني واضح؟ فهذه الأسبكت أيضا نتناولها يعني بمادة
او بعلم الروبوتات. اكو سؤال اخوان؟ اكو سؤال على هذا السلايد اذا اكو شيء مو واضح؟ جيد جيد، ماكو سؤال. زين، من اجت كلمه روبوت؟ دائما يعني المساله التقليديه انه احنا من نبدي ندرس في الموضوع اريد نعرف شنو اصل هذا الموضوع، من جاي، شنو هاي التسميه من جايه. فاصل كلمه روبوت هي من كلمه روبوتا اللي هي تشيك مينينج فور مينيال ليبر او ورك، يعني المينيال ليبر العمل البسيط الوضيع اللي ما يحتاج واحد عنده سكيلز مهارات او امكانيات حتى ينفذ. يعني على سبيل المثال خلينا نقول انه بالبناء انت تحتاج اكو احنا نسميه هنا بمفهوم من الاسطه. الاسطه شنو يعني؟ يعني الشخص اللي عنده سكيلز مهاره بعمليه البناء، شلون يصفط البريكس الطابوقات، شلون كذا، هذا يحتاج مهاره يسموه اسطه. لهذا السبب ياخذ اجر اكثر من العامل البسيط. العامل البسيط اللي هو شنو؟ اللي ممكن ينقل مواد البناء، يجهز فد خبطه معينه، ما تحتاج مهاره او امكانيه بالموضوع، انه بس مجرد انه اطلع على اليه عمليه ينفذها وينتهي الموضوع. فالمينيال ليبر هذا اللي نقصده، انه الاعمال البسيطه اللي هي عباره عن سيكونس اوف اكشن يسموها باللغه التشيكيه روبوت. واضح؟ وعاده احنا ذا حتى لهاللحظه هاي حتى المودرن روبوتكس يعني الغايه من الموضوع انه ينفذ عمليه مينيال ليبر، يعني الامور البسيطه. يعني مثلا الفاكيوم كلينر روبوت يكنس البيت، وعمليه الكنس يعني ما تحتاج سكيلز ومهاره. واضح؟ فهذا اللي اقصد به بالمينيال ليبر. التيرم روبوت كوين ان كارل تشيبك بلاي، هاي المسرحيه اللي هذا الارتست التشيكي كارل تشيبك اسمها ريزومي اوف يونيفرسال روبوتس بال1920. بدنا نحكي عن اصل كلمه روبوت من اجتي للغه الانجليزيه اصلا، وصار في كوين معين انه من جور روبوت، يعني نحكي عن ماشين معينه تسوي لنا سيريز اوف اكشن. هذا الشخص بمسرحيته بالمسرحيه اللي سواها بال1920 حكي عن شلون ممكن انه يسوي artificial human، سوي انسان صناعي. بس هذا الانسان ما كان عباره عن ماشين، يعني مو كان عباره عن اله بها محرك وكذا، لا، انه هذا الانسان الصناعي هو عباره عن شخص كونوه من فلاش artificial، يعني من ماده من لحم صناعي ودم صناعي. بالحقيقه هم كانوا يعني اشخاص بشر، بس على اعتبار انه حركاتهم صناعيين، يعني حركاتهم مو موزونه مثل البشر الطبيعي، على اعتبار انهم شكلوهم من ماده يعني صناعيه من لحم ودم صناعي. اخوان منو دي يسوي هايلايت للباوربوينت؟ فرجاء لا تسوون هايلايت، انا معطيكم صلاحيات بس خاف حسين انت شيلك من الكو هوست. لا دكتور، موان رجاء لا تأشرون على الباوربوينت. واضح؟ اوكي جيد. اللي ألغيه جيد، إذا بالغلط يعني ماكو مشكلة، بس لت أوكي نرجع لموضوعنا، انه هذا الشخص هو اول من بدا بمفهوم
أو جاب كلمة روبوت المفهوم الإنجليزي وأصبحت كلمة تستخدم بالساينس فيكشن. تعرفون شنو الساينس فيكشن؟ سأمرح أتطرق لهذا الموضوع اللي هو كارل تشوباك. بال1942 إجا مفهوم الروبوتكس عن طريق هم آرتست آخر هو إسحاق آسيموف. إسحاق آسيموف عنده نوفل اسمها ران أراوند. بهاي النوفل يعني توثق مفهوم الروبوتكس كرول، خاصة القوانين استخدام الروبوت اللي صارت بهذه المسرحية، اللي هي شنو عادة وما زالت بالمناسبة هذه القوانين الثلاث. في حال أنه تصمم أي روبوت لازم تأخذ النظر الاعتبار هذني القوانين الثلاثة، اللي هو الفيرست لو، القانون الأول: A robot may not injure a human being or through inaction allow a human to be harmed. يعني الروبوت لا يسمح له أو لا يمكن أن يؤذي البشر أو حتى بأن يبقى متفرج على أنه يكون سبب بأذية البشر. فهذا القانون الأول أنه روبوت ما يؤذي بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة البشر. القانون الثاني اللي هو A robot must obey order given by human except when that conflict with the first law. يعني لازم الروبوت دائما ينفذ الأوامر اللي تصدر من البشر إلا في حال أنه هذه الأوامر أنه تتعارض ويا القانون الأول، اللي هو شنو هو؟ أنه injure another human. يعني ممكن أنه تقول للروبوت روح اقتل هذا الشخص أو روح أذي هذا الشخص أو اضرب هذا الشخص، فالمفروض هاي القوانين ما ينفذها. القانون الثالث اللي هو A robot must protect its own existence. الروبوت يحافظ على وجوده unless that conflict with the first and second law. المحافظة على وجوده أن يتعارض مع القانون الأول والقانون الثاني اللي حكينا عنه. فهذه القوانين الرئيسية، أتمنى إن شاء الله بنهاية هذا الكورس كلهن الروبوت مالتكم ينفذهن. مو لو ما تمشون على القوانين، نحن لا بالعراق ما نمشي على القوانين. ها بس الطلاب يقول لك دكتور مهند وين جابنا يا شو اسمه جدي يحكي لنا شو مسرحية شنو هذا أدب إنجليزي ها وهنو قوانين وهذا الروبوت مالتنا لازم يسوي كذا وكذا. يعني أصول كل علم لازم تعرفون، يعني هو هذا أصل كلمة روبوت مين جاي من هاي المسرحية اللي صارت بال 1920. فيعني من الضروري أنه تكون عندكم معرفة وثقافة بالمادة اللي تعرفوها فتتطلب هذه المسائل. وهاي القوانين الثلاثة أعتقد واضحة، إذا عندكم أي ملاحظة يعني ممكن أو مداخلة. ما عندكم شيء طلاب؟ أكيد إن شاء الله خلال هذا الكورس راح تشتغلون على هاي الصورة الأولى، يمكن أغلبكم شايفيها، شايفين الموفي مال آي روبوت مو؟ أكيد مال ويل سميث الممثل العالمي الأسمر. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية اللي هي الآي كاب، هذا الروبوت يعني بي تقريبا 70 ديجري اوف فريدوم، يعني آلية حركة لمفاصل جسمه يشبه الهيومن، وأكثر من 500 سنسوري بيرسبشن سيستم. هذا الروبوت يعني كلش غالي، كان موجود عندنا مختبر روبوتات مو هنا مو بالإحراق بريطاني، يعني حتى هناك هم كان مخليله في كيج معين لأنه سعره يمكن 1,500,000 باوند، يعني رقم يعني كلش كبير كلش خيالي. زين يعني حتى اعداد هاي الروبوتات يعني كلش محدوده، يعني جزء فد بالعالم فد 10-15 روبوت من هذين الروبوتات. فهذا عاده يستخدموه لابحاث السايكولوجي، يعني احنا عندنا كانوا يدرسون عمليه الانفنت ديفلوبمنت، يعني عمليه تطور مراحل الطفل اللي هي خاصه يعني من الايج جروب، المرحله العمريه اللي هي بين 6 أشهر لسنتين. بهاي المراحل
يبدي مثلا الطفل يتعلم شلون يميز بين حركة الأجسام، التقاط الأجسام، الألوان. يمكن تعرفون أغلبكم أنه الطفل يمكن دون 6 أشهر ما يشوف بألوان، يعني ما يقدر يميز الألوان. فيسوون دراسات سايكولوجي على الروبوت يطبقوها. تعرف أنت ما تقدر تطبق هاي، السايكولوجيست ما يقدرون يطبقون هاي المفاهيم ويعرفون الطفل شنو اللي يحسه كفيدباك سيستم. بس بالروبوت ممكن الكمبيوتر ساينتست، الكمبيوتر انجينير يساعد السايكولوجيست بأنه يعرفون شنو نوع البيرسبشن اللي يصير عند الروبوت من عنده كنترول سيستم للطفل بهذا العمر معين. الصورة الثالثة اللي هو هذا أزيمو، تعرفوا هذا روبوت خاص بشركة هوندا. هذا الروبوت يعني روبوت صناعي عنده إمكانيات عالية. شايفين يمكن الفيديو الخاص به من يضرب الكرة يلعب ويا الرئيس الأمريكي أوباما، وهذا آيرون مان. فهذني أنواع الروبوتات اللي ما راح تشتغلون عليهن أبد. يا روبوتات تقدرون تشتغلون عليهن هن هذني، واضح. فهاي الروبوتات بصراحة الموجودة عندنا بالمختبر. الروبوت الأول هو روبوت صغير، أعتقد يعني أغلبكم شايفي يعني بالشو أثناء ما جون الزيارات بقية الكليات المعهد الفني هم سويت كم ديمو بهاي الروبوت. هذا روبوت اسمه إيباك، يعني حجمه جدا صغير، يمكن قطرة فد ما يتجاوز الخمسة أو 6 سنتيمات قطرة الروبوت كله. بس يعني السنسوري سيستمات يعني كلش سوفيستيكيتد بهواي سنسرز. يعني على سبيل المثال هذه الكاميرا موجودة هنا، رينجليد مالتي كولر ديسبلي. هذا الرينج إذا شوفوا بأكو 8 ليدات أو 12 ليد بثلاث ألوان ممكن عرضها، باللاين فلوينج سينسر يعني underneath the robot بالأسفل، برينج آن بيرينج. هذني كلهن عندنا تقريبا عندنا 6 روبوتات في المختبر. رينج آن بيرينج شنو فائدة إنه الروبوت يقدر يسوي كوميونيكيشن ويا روبوت ثاني، يعني إكسشينج مسجز، يرسل ديتا معينة ويستقبل ديتا من روبوت آخر، وبنفس الوقت يقدر يعرف مين اجت هاي المسج، يعني الاتجاه الاورينتيشن والرينج. رينج آن بيرينج يعني شنو رينج، شقد المسافة بين الروبوت الآخر اللي أرسل المسج، يعني شقد 60 سنتيم 70 سنتيم. الرينج آن بيرينج يعمل ضمن ماكسيموم رينج اللي هو 1 متر. يعني الروبوت خلال الرينج 1 متر يقدر يعرف انه هذا الروبوت اللي أرسل المسج هو يبعد عنه مثلا 50 سنتيمتر، وبيا اتجاه موجود، بيا زاوية موجود، فيقدر يحدد موقعه، يقدر يتجه يقترب له. هذا السنسر يساعد الروبوتات انه يسوي اكشن جماعي، انه تقترب من بعضها، تفترق عن بعضها برينج معين وهكذا. وسنسرات اخرى هواي موجودة بهذا الروبوت، يعني الاكسلروميتر، الجيروسكوب، سبيكر، 3 مايكس وسنسرات اخرى. الاي ار سنسر اذا تلاحظون هذا الاسود بحجم صغير ب 8 اي ار سنسر دائما دار الروبوت، وتفاصيل اخرى. هذا الروبوت الثاني اللي هو احنا سويناه بالمختبر، شايفين هنا يمكن انه 15 روبوت بالمختبر. هاي الروبوتات اللي هي المفروض انتم يعني صراحه تستخدموها، بس يعني سوء الحظ هاي الظروف يعني راح تمنع استخدامكم من هاي الروبوتات المفروض تطبقون عليها. هذه الروبوتات أنا سويتها يعني من شاصي موجود أصلاً كباكيوم كلينر. جبت الشاصي ما بي تفاصيل، ما بي سينسرز، بس بامبر، يعني بس هذا الرينج اللي تشوفوه الأسود، إذا يندفع يتحسس الروبوت ويغير اتجاهه حتى يسوي باكيومينج، يعني يكنز غرفة معينة. فغيرت كل المحتوى، يعني المحتوى القديم اللي موجود بالروبوت، لأنه هذا يعني مو بروجرامبل، شركة معينة مسويته كبرودكت، فشلت كل الإلكترونيكس اللي موجودة بداخله، غيرتها، خليت بمايكرو كنترولر اللي هو الأدوينو، والروبوت ممكن برمجته بصورة مباشرة، وماتور كنترولر، والتفاصيل السنسر مثل
ألتراسونيك سينسر، خمس سينسرات بي الموجودة هنا بالنصف الأول من الروبوت، و LDR هذا لايت سينسر إذا أشوفه هنا، هذا يتحسس شدة الضوء، ولاين فلوينج سينسر ثلاث سينسرات موجودة يعني أسفل الروبوت، وبمبر سينسر، واي فاي كونكتيفيتي، بلوتوث كونكتيفيتي، وحساسات يعني أخرى موجودة بالروبوت. وشفتوا بالمعرض عندنا طلاب اشتغلوا عليه، البنات سووا آن، شفتوا شلون الروبوت كان يشتغل، هاي التفاصيل واضحة عندكم، يعني بالإمكان أنه هواي تطبيقات تقدرون يسووها باستخدام هذا الروبوت. هذا الروبوت الثالث هو الروبوت اللي حصلنا عليه عن طريق يعني إبرام البرنامج التعاوني مع الجامعة البريطانية. إن هذا الروبوت هم سعره جدا يعني غالي بالمواصفات اللي احنا جبناها، يعني تكلفته تقريبا 400,000 اذا مو ازيد، يعني اذا نشتريه احنا من السوق. هذا الروبوت هم بيزون ادوينو بمجموعه من سنسرات و اكتويتر، التراسونيك سنسر، سيرفوز، 4 دي سي موتورز، وحساسات اخرى، وعندنا 20 روبوت من هذه الروبوتات. يعني اعتقد يعني الحمد لله والشكر مختبر روبوتكس عندنا يعني مزود بانواع من الروبوتات وباعداد كافيه لتدريس الطلبه وفائدتهم صراحه، بس مع الاسف هذا الظرف اللي نمر به ما راح نقدر نستثمر هذه الامكانيات، بس في حال انه اكو رغبه من طلاب بتنفيذ مشاريع معينه بكذا ويردون يحتاجون انه يعني يشتغلون على هذه البلاتفورمات، بالإمكان التواصل وياي ونشوف شلون نقدر نوصل لكم إياها حتى تبدون تشتغلون، وأنا أدعمكم بكل الأمور اللوجستية اللي تحتاجوها. هاي بالنسبة للبلاتفورمز اللي موجودة بالمختبر عندنا في مختبر روبوتكس. ليش نستخدم الروبوتات أصلاً؟ يعني الاستخدام الروبوتات عادة بالأماكن اللي يكون بيها الإنسان يعني بخطر. يعني شنو اقصد خطر؟ مثلا بالسبيس اكسبلوريشن، تعرفون انتم بالاستكشافات الفضاء هواي اكو تحديات تخلي الانسان تعيق حياه الانسان هناك وعمليه البحث والاستكشاف، فالروبوتات تكون تساعد انه تقلل خطر ارسال الاسترونوت رواد الفضاء للفضاء وتاثر على حياتهم. يعني فالروبوتات هو يساعد بهذا الجانب. النيوكليير دي اكتيفيشن، مثلا عندك مفاعل نووي تريد تسوي له شت داون او كذا، تعرفون مخاطر الاشعاع النووي ودرجات الحراره العاليه بالمفاعلات، فهواي حتى ممكن بهذا الوقت يشوفون هذا المرض كورونا. يعني الروبوتات نتمنى احنا في طالب يسوي لنا فد روبوت يساعد الاطباء مثلا بعمليه التواصل ويا المرضى على سبيل المثال باللون الاحتكاك، تعرفون الخطر الموجود بالاحتكاك المباشر ويا المريض المصاب بكورونا. فهاي المثال واضح عندنا هنا بهيك سيركمستانس، مثل هذا السيركمستانس يكون بي الهيومن ا سيجنيفيكانت ريسك. جانب الاقتصادي يعني بالايكونومي، تعرفون هواي روبوتات مستخدمه يعني تستبدل البشر بالأعمال البسيطة اللي تتكرر، يعني هواي معامل بها عملية الأوتونوماتي تستعيض عن العمال اللي يسوون أعمال رتيبة، يصفطون مثلاً في شيء بمكانه، يغلفون في شيء بمكانه، فأكو روبوتات خاصة للتغليف مثلاً المنتجات وهكذا. فهاي الروبوتات نشوفها مثلاً بالبرودكشن لاين للبضائع المعينة، الباكيومينج التنظيف، الشيب شيرينج، حتى الـ يعني عملية قص أو جز الخراف. يعني أكو روبوتات يجي بمكان وصل عملية القص باستخدام روبوت بصورة مباشرة، يعني مو مثل ما البشر هو يلزمه ويسوي عملية جز الصوف. فبالجانب اللي هيوماتيريان وير using the robots as يعني البشر يكون بها في خطر،
هاي تختلف عن النقطة الأولى، شنو هي؟ يعني مثلا عملية إنقاذ الحياة البشرية مثل سيرش أند ريسكيو بالديزاستر زون، يعني مثلا إذا صار زلزال معين والبنايات صار لها كولابس يعني انهدمت على الناس، تعرفون هاي كلش بيها مخاطر، انه فرق الانقاذ ما تقدر توصل كل المناطق اللي صار بيها انهيارات، عدا انه هاي الفرق هم تعرض للخطر، يعني مثلا بالحرائق هواي من يعني رجال الاطفاء يموتون يعني اختناقا وغيرها، حتى بعملية الانقاذ يعني البنايات تتهدم، تدرون يعني البناية من تسقط بعد بيها أكو تفاصيل أخرى ممكن يعني تتهدم مرة ثانية أثناء عملية الإنقاذ، فمثل هاي العملية وهذه التفاصيل ممكن الروبوت يكون مفيد بيها جدا، فهو تطبيقات موجودة للروبوتات. زين شنو هي أخلاقيات الروبوت؟ دائما نحتاج أنه نفهم من نصمم روبوت شنو الأخلاقيات اللي ممكن يتعامل بيها او ممكن يراعيها الروبوت. احنا من نحكي اخلاقيات مو نقول انه الروبوت هو راح يفكر بصوره تحليليه عن انه هذا الشيء لازم يسوي، لا، احنا بالديزاين مات الروبوت بغض النظر عن بساطه العمليه اللي ينفذها الروبوت، لازم نراعي الجوانب الاخلاقيه بالكنترول سيستم من نصمم الكنترول سيستم. فاكو جوانب نفسيه، اكو جوانب تتعارض ويا القوانين المسنة يعني في دولة معينة، وكو أمور فلسفية يعني، فهذه كلها يجب علينا يعني نراعيها من نسوي control system، واللي هي أهم شيء يعني human health and safety. ف يعني وين تتركز هذه الجوانب الأخلاقية اللي هي بالتعامل المباشر مع البشر؟ مثل شنو؟ يعني تعرفون هسه بالميليتري اكو روبوتات، وسواء واحد يقول اوكي يعني مثلا روبوت هو بعد بالجيش وبحرب، وهذا الروبوت يعني يشوت غانز مثلا، عنده غانز يضرب طلقه على العدو ويقتل العدو. انت لا تتصور يعني حتى بالمعارك، المعارك لها قوانين يعني سير امرها، يعني على سبيل المثال يعني العدو من يستسلم ويرفع لك رايه بيضة ضمن قوانين الحروب ما ممكن انه تقتله، تعرض للخطر لأنه استسلم. أكو قوانين حتى تسير أمور الحروب، يعني حتى بالقتل البشر منظم هاي العملية بقوانين معينة، يعني على سبيل المثال ما يصير تستهدف بصورة مباشرة مثلا المركبات اللي عليها إشارات مال الكوادر الطبية يعني المسعفين أو غيرها وغيرها أو الإعلاميين بصورة مباشرة. زين بس أكيد هاي ما تنطبق على المعارك اللي احنا واجهناها بالعراق، لانه تمت تعارك او العفو المعركه ما تدار ويا جهه رسميه وقانونيه، كلها معارك يعني بدون اخلاق بصراحه، ولا تمشي على القوانين الدوليه الخاصه بالمعارك. فحتى اذا صمم روبوت هو غايته انه يشارك بمعركه معينه، سواء يودي ارزاق، يواجه يعني يدخل بمواجهات ناريه مثلا ويا عدو، لازم هذا الروبوت يطبق القوانين ومفاهيم قانون الحروب، يعني بالتعامل ويا الاشخاص الكبار بالعمر هم نفس الشيء، عمليه حساسه يعني مثلا مو سوي لك روبوت يجيب له كلاس مي مثلا الواحد كبير وبالاخير مثلا من يوصل له مثلا يدير على راسه على سبيل المثال. زين فهذه الامور يعني لازم تراعي بيها انه الاشخاص الكبار بالعمر على سبيل المثال ما ممكن انه يستهزئ أو يسوي مثلاً يطالبهم في عملية مثلاً رياضية معينة هم ما يقدرون بهذا العمر، فكل هاي الأمور لازم تنخذ بنظر الاعتبار الجوانب الطبية، إنه شون تعامل ويا البيشنت، شنو المواد اللي تستخدم بالمستشفى، شون يكون تعامل وياها بالسيرش أند ريكفري، والإنترتينمنت روبوت بنفس المقدار. أنا هنا بعد بالهيستوري مع روبوت راح أتوقف، ما أريد شوية أدوخكم بأول محاضرة، راح نسويها محاضرتين إن شاء الله. فإذا عندكم أي سؤال أي استفسار أخوان تقدرون تسألون وتستفسرون حتى أوضح لكم إياه. أنا لهنا انتهت المحاضرة، ما عندي بعد شيء، إذا عندكم ملاحظات
اي سلايد، اي تفصيل تحتاجون، شيء مو واضح، اكو سؤال اخوان عن المحاضره، خارج المحاضره، اي موضوع ثاني يتعلق بالكورس، سمعوني تو؟ صوتي واضح؟ اي نعم صوتك واضح عاشتي جيد اوكي يعني ما عندكم ملاحظات؟ يعني اقطع التسجيل. شكرا.